خويا انا من الناس اللي مبلوكين هنا، انا 6 شهور وانا هنايا، 6 شهور وانا هنايا من شهر واحد. يعني عندنا الخدمه اخويا، كنخدموا تريميزي ديال 3 شهور ديال ستاجوني. يعني الا ما مشيتيش مول الخدمه قال لك خويا، عيط لك في التليفون قال لك جيتي، هو هذاك ما جيتيش راه غادي نقلب على خدام اخر. يعني كنخدم انا في بيتسيريا في ريستورون 3 شهور ديال الصيف، انا في منطقه فين كاين التوريست كيخدموا 3 شهور، يعني خصني نمشي سينو غيلي شي نسيني، من غنرجع ما نلقى لا خدمه لا والو. اون بليس عندي الكرا ديال الدار، وعندي عندي 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 روجيست كوميرس، عندي بارتي تايفا مثلا، كخصني نخلص لي كونتريبوتي ديال بارتي تايفا. قد الناس كلهم اللي حاصلين هنا عندهم بارتي تايفا وخدامين 3 شهور ديال الصيف، كلهم بغاو يمشيو لخدمتهم. شحال من واحد عيطوا لي قالوا لي الا ما جيتيش غالي شي نسيو. وعاد كاينين الناس اللي عندهم حتى هما روجيست كوميرس، ولكن بالنسبه للقنصليه مأورغانيزا باطو واحد، وكاينين اللي عيطوا عليه وكاينين اللي ما عيطوش عليه، وما ماشي سيغورو غادي نعيطوا عليك، يعني ما متاكدش 100% غيعيطوا عليك. يعني باطو واحد ما كافيش، راه كاين بزاف ديال الناس هنا حاصلين، وكاينين اللي ما عارف بزاف البشريه كاينه هنا حاصله، كلشي بغى يمشي، وكاينين اللي حامله، كاين اللي مريض، كاين اللي عنده رونديفوات، كاين اللي عنده طريطات مع الدوله خصو يخلصهم، ولا ما خلصهمش غيديروا ليه غيدخلوه في السيزي الحجز. يعني كاين بزاف المشاكل. بحال دابا انا كنخلص عليهم 900 اورو كل 3 شهور، خصني نمشي نخدم، الخدمه بدات وانا باقي حاصل هنا. يعني ما يمكنش. وكي مره كيعيطوا اللي ما خدامش جا كيديو، خصهم يشوفوا الناس اللي خدامين، خصو يلقاو حل للناس. هذا هو اللي كاين اخويا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.